هنروح لنقطة مهمة قوي. العيان دلوقتي جه لحضرتك النهاردة مثلا وخلاص قرر وفهم الكلام وبدأت حضرتك تحضر الدرجات، بقى ايه اللي بيحصل بقى بالظبط؟ يعني انا عايزين ندخل مع حضرتك غرفة عملياتك ونعيش ايه اللي بيحصل للعيان بالظبط. في البدايه خالص لازم نحدد المريض ده هل تصلح للدعامه ولا لا، ونطلب له الاشعاعات والتحاليل اللازمه اللي تحدد لنا السبب الحقيقي في الضعف الجنسي اللي على اساسها اقول له انت محتاج دعامه ولا لا. نمره اتنين، خلاص قررنا نعمل له دعامه، يبقى خلاص هيدخل اوضه عمليات وهيعملها كعمليه جراحيه بتستغرق وقت زمني نص ساعة، بيخرج البيت في نفس اليوم بعد نص ساعة من إجراء العملية بعد ما يحرك رجليه ببنج نصفي بدون أي مشاكل وبدون أي خطورة أو مضاعفات. وخلي بالك حضرتك دكتور أيمن، أنا بركز على الجملة دي بدون أي خطورة، لأن كتير من المرضى بيقفوا لي عندها يا دكتور أنت قلت لي العملية دي ملهاش مضاعفات ملهاش أي مخاطر، بكرر وأقول لا، هي العملية دي لو قلنا في عملية في الطب ملهاش أي مضاعفات أو ملهاش أي مخاطر نبقى إحنا دكاترة نصابين. لا، كل العمليات حتى فتح خراج ليه مضاعفات، لكن لما نصنف هذه العملية بين عمليات الجراحية كلها هنقول العملية دي أقل العملية لحدوث مضاعفات فيها. بمعنى ولما نيجي نقول إيه المضاعفات، هنلاقي مضاعفات لو حسبناها وقلنا بتتعالج إزاي هنلاقيها ما تعتبرش مضاعفات. هي إيه المضاعفة؟ الانفكشن، التهاب مثلا؟ بالضبط يا فندم، يعني أشهر الحاجة اللي بتظهر إن يحصل التهابات. طب التهابات دي انا اعالجها بالادويه والعقاقير عادي جدا، ويوم ما هيأس هضطر ان انا اشيل الدعامه لفتره مؤقته لو كون صديد مثلا داخل النسيج الكافي او داخل الكبسوله المغلفه، فمضطر كاي خراج بفتح فض الصديد واشيل الدعامه لجسم غريب واسيب لما الجرح يلتئم تماما، وبعد 3 شهور اعيد تركيبها تاني، فما هياش مشكله بالنسبه له. ده بيحصل في كام في الميه؟ ده بيحصل لنسبه في العالم كله من 1 إلى 3%، والكلام ده قل في الوقت الحالي بنسب اعلى مع حدوث التقنيات الحديثه ومع اتخاذنا اجراءات الاحتياطات اللازمه في ان احنا نعقم العيان كويس، لان سر نجاح هذه العمليه في التعقيم. يعني احنا لما بندخل اوضه عمليات العمليه بتاعتي تاخد نص ساعه، انا ممكن اقعد اعقم المريض ساعه بيتعقم 3 مرات في غرفته قبل ما يدخل عمليات، مره كمان ومره ثالثه قبل ما ومره في اثناء، لان ده اللي يهمني. بعد ما بيخلص العمليه بديله مضاد حيوي يغطي كل انواع الميكروبات لمده اسبوعين متواصلين، فانا تقريبا حاطه اندر امبريلا اوف انتيبيوتكس بحيث ان هو ما يبقاش فيه احتماليه لان اي حاجه تحصل. امبريلا يعني اللي هي المظله تحت تمام. مظله، بس كلمه مظله دي في السياسه يقول لك تحت مظله الامم المتحده كلمه مشبوهه، خلي لكن هنا كلمه في الطب تعني اندر امبريلا تحت مظله المضادات الحيويه. تمام، فبنحميه. تمام فهمت. ده واحد من اللي بيتعقبه، لانه العمليه تبدو انها سهله لكن هي المشكله كلها في ان انا لازم ادخل وانا مامن نفسي. بالظبط يا فندم. طبعا جدا. دخلنا اوضه العمليات. تمام.